يمشيان بشكل طبيعي رغم أنهما مبتورا الساقين. محمد بترت ساقه نتيجة المرض، يأتي اليوم للمراجعة الدورية عند كامل الذي بترت ساقه أيضا نتيجة انفجار لغم وهو في سن 14 عاما، واليوم يشرف كامل على مركز لإعادة تأهيل الذين فقدوا أطرافهم وتركيب أطراف بديلة تمكنهم التغلب على صعوبات الحياة. أنا صار لي مبتور تقريبا سنتين ونص، ركبت هون الطرف عندهم وإجيت أكثر من مرة هون تعديل على تغيير تعديل على تغيير، بس اليوم برضو تعديل عشان ياخذوا القياس عشان أعمل طرف جديد. مركز بسيط اللي على قد الحال نقدر نقوم ببعض الحالات، وتأسس بال 2015 ومشينا. الدعم جانا من الحملة الطليانية لحظر الألغام وجمعية يو إيبل، فكوني حالة بتر وكونوا حالة بتر ممكن نفهم مع بعض أكتر كمان، فبتلاقي مع الوقت بشيله وبشيلني أو يعني منشيل بعض ونمشي قدما بإيجابية. عبير ونانسي متخصصتان في الأطراف الاصطناعية، تعملان في مركز خط الحياة للاستشارات والتأهيل تحت إشراف كامل، تقومان بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيز الأطراف ومتابعة أوضاع حالات البتر. دورنا بالمركز إن نتابع المريض من تقريبا من A to Z، نيجي نكشف على المريض ونشوف حالته إذا بتسمح نعمل له طرف أو لا، بناخذ بياناته قياساته بالمتر كل إشي تمام، إذا وضعه بيسمح بناخذ له قياس الجبصين بالرولات، بعدين ناخذ احنا قالب الجبصين وبصير هلا دورنا كله بالمشغل. المركز غير ربحي، وتمكن القائمون عليه من تركيب اكثر من 150 طرفا اصطناعيا لاردنيين ولاجئين، ويتعامل معهم كأسرة واحدة لتحفيز الطاقة الإيجابية لديهم. هو مشروع يبعث الأمل في نفوس الكثير ممن بترت أطرافهم، أمل باستعادة قدرتهم على الحركة والتنقل، يعيد للمصابين الثقة بأنفسهم ويساعدهم على الاندماج في مجتمعاتهم وبناء حياتهم من جديد. نايف مشاكبة، سكاي نيوز عربية، عمان.